معنا دلوقتي على الهواء موهبة فنية عالمية، المايسترو أمل الجرميزي اللي أصبحت أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب بالعاصمة الفرنسية باريس. المايسترو أمل بتركز على فكرة إحياء التراث العربي والموسيقى العربية لكن بمعايير عالمية، خصوصاً أنها عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حائزة على جوائز عالمية في مجال التأليف الموسيقي. مش بس كده يا محمد، الحقيقة أنه المايسترو أمل الجرميزي هي حاصلة كمان على دكتوراه من جامعة السوربون، وبتعمل كمستشارة أولى لجامعة هارفارد الأمريكية ومؤسسة الفيلهارموني بباريس، وهي معانا كمان دلوقتي منورانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، شكراً على الدعوة والاهتمام. شكرا ليك. يعني في البداية حابين نعرف منك، يعني احنا بنتكلم على مايسترو وبنتكلم مش مايسترو كمان في مصر، مايسترو كمان كسيدة، ده شيء ممكن يكون مش متعارف عليه أو مش دايما بنشوفه، ويعني باريس ويمكن النوعية دي من فكرة الموسيقى صعبة جدا، بتحتاج فعلا دراسة وبتحتاج ذوق خاص وبتحتاج يعني حتى يمكن الدراسة الأكاديمية بتكون مهمة جدا فيها. حابة أعرف منك في البداية، يعني بدايتك في العمل الفني إيه اللي حصل فيه؟ ابتديتيها إزاي؟ هي قيادة الأوركسترا جات كامتداد طبيعي لسنوات طويلة من دراسة علوم الموسيقى والتخصص في الموسيقى العربية، وكما ذكرتي المسار الأكاديمي ومسار أيضا كعازفة كمانجا. وجاءت فكرة تكوين أوركسترا وقيادة الأوركسترا كامتداد طبيعي لكل هذا المسار. كان نفسي أقدم أوركسترا راقية بمعايير عالمية، بأوركسترا ترتقي للمستوى، مستوى الموسيقى العالمية، فأسسنا مزيكا وقمت بقيادتها. صح أنه من غير السائد تواجد نساء قائدات للأوركسترا، ولكن اليوم أنا فخورة أني أكون عربية وأكون في نفس الوقت قائدة أوركسترا، لا يزيدني هذا إلا فخرا بأصولي طبعا. العربية. احنا كمان فخورين بيكي، يعني بقى عندنا مايسترو وامرأة عربية في قلب عاصمة الفنون يعني والنور باريس بتقود أوركسترا مزيكا. الموسيقى مايسترو أمل هي لغة عالمية، لغة لا تحتاج إلى وسيط ولا تحتاج إلى ترجمة، وفكرة أنه تقديم التراث العربي الموسيقي برؤية موسيقية جديدة ومختلفة ومعايير كمان عالمية، أعتقد أنها فكرة مهمة ولافتة. قدمتي ده إزاي وإزاي قدمتي رؤيتك، يعني خصوصا أنك أنت اشتغلتي كعازفة للكمان ثم قائدة لأوركسترا، رؤيتك للموسيقى العربية من خلال هذه الأوركسترا؟ نعم، كما ذكرت كانت قيادة الأوركسترا امتداد لسنوات من عزف الكمان والاختلاط في الأوركسترات العالمية والأوركسترات العربية. فجاءت القيادة، كان نفسي يكون عندي ستيب باك، خطوة للوراء، وإني أشوف الموسيقى العربية، أقدم وجهة نظري في الموسيقى العربية. اليوم الموسيقى العربية محتاجة شوية يمكن تبسيط للجمهور الغربي، صحيح. تصديرها للجمهور الغربي، استقطاب الجمهور الغربي، وهذا مهم، فضلا على تقديمها للجمهور العربي والجاليات العربية الموجودة في أوروبا. فكان هذه يعني دافع عندي إنه نقدم الموسيقى العربية بوفاء كبير جدا لأصولها. نحن لا نزايد على المبدعين الأصليين للأغاني، أنا لا أزايد على النقلة النوعية اللي عملها رياض السنباطي أو محمد عبد الوهاب أو غيرهم من عباقرة الموسيقى العربية، ولكن اليوم نحن فضلا عن هذا الوفاء للأصول نقدمها اليوم أيضا بتاتش مختلفة عن السائد، بمعايير مثل ما قلت عالمية، بتقنيات حديثة، بتقنيات في العزف وفي التنفيذ وفي الكتابة أيضا، لأن الكتابة مرحلة مهمة جدا في التنفيذ الموسيقي. نقدم هذه الموسيقى بتفاصيل دقيقة جدا، ولأن التميز دائما يكون في إتقان أدق التفاصيل، وبهذا يرتقي المنتوج العربي إلى العالمية. مايسترو أمل، واحنا بنتكلم على فكرة إحياء التراث العربي الموسيقي حتى لو بمعايير عالمية، ممكن فكرة إحياء التراث تبقى في
دول عربية بشكل أكبر بفكرة إن إحنا نعرف الجيل الجديد على الموسيقى بالشكل اللي هم بيحبوه دلوقتي. بس واحنا بنتكلم في الخارج أو في الغرب، هي مش فكرة إحياء الموسيقى العربية أو التراث العربي الموسيقي، هي أصلاً تقديم هذه الموسيقى للغرب. عايز أعرف من حضرتك فكرة ردود الأفعال حتى من الجمهور إن هو يسمع النوع ده من الموسيقى اللي بكل تأكيد ممكن يختلف عن الذوق الغربي كمان. أكيد أكيد عندنا نوعين من طريقة تلقي هذه الموسيقى. عندنا جمهور عربي متعطش للحظات حنين، حنين إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية، حنين إلى هذه الأعمال، أعمال عباقرة الموسيقى العربية طبعا. مثل ما ذكرت السنباطي، محمد عبد الوهاب، الرحابنة وغيرهم، و فعايز يعيش لحظة حنين. وفي نفس الوقت عندنا جمهور يحب أن حتى لو هو يعرف هذه الأعمال يحب يعيد اكتشاف الموسيقى العربية بنظرة جديدة. وحتى على فكرة الجمهور الغربي حتى لو ما عندوش أي دراية أو ليس ملم بتفاصيل الأغاني أو بمعنى الكلمات، المعنى الدقيق للكلمات أو غيرها، صدق الصدق صح أظن وأتمنى طبعا، أنه زي الصدق ما محمد قال لحضرتك، أداة. هي لغة الموسيقى لغة عالمية، صح يعني نعم، لغة الصدق يفهمها الجميع. والتفنن في التفاصيل طبعا، يوصل للقلب، ده أكيد. واحنا شايفين لحظة صدق جميلة جدا على الهواء دلوقتي وبتوصل للقلب، وانت شايفين دلوقتي في الصورة بتعزفي على الفيولين او على الكمان حالة كده من الفرحة والبهجة على المسرح، وكمان وانت بتقودي الأوركسترا، الدورين دورين مهمين جدا، دور العازف ودور القائد للأوركسترا، ازاي بتبدلي الأدوار دي؟ لأنه لكل دور مهام مختلفة عن التاني. أكيد أكيد، وقيادة الأوركسترا فيها أدوار أعم. يعني أنا لما أعزف كمانجة فقط أكون مركزة أكثر على آلة الكمان، ولكن في القيادة لازم أكون ملمة الآلات بجميع أجزاء الآلات الأوركسترا، صحيح، بجميع آلات الأوركسترا. لازم أقدم لهم كتابة مخصصة لكل جزء من الآلات النحاسية، للوتريات، للهارموني، لكل هذه. يعني لازم يكون في إلمام عام وشامل لجميع أجزاء الأوركسترا. طيب حابين نعرف منك كمان ايه الحفلات المقرر العمل عليها خلال الفترة اللي جاية، وهل هنشوف مثلا أمل جرميزي موجودة خارج باريس، موجودة في بعض الدول العربية حفلات ليكو أو حفلات ليكي خارج باريس قريب؟ احنا بنشتغل على تصدير مزيكا للبلدان العربية. هي صح مزيكا خلقت في باريس وفي أوروبا عموما، فبنعمل حفلات في أوروبا. حنكون يوم 2 فبراير و 3 فبراير في مسرح تريانون، مسرح عريق جدا في باريس، وتقريبا البطاقات خلصت، يعني في بعض فقط بعض المحلات ما اللي شاء الله. موجودة. ونحن نشتغل على برمجة مزيكا في البلدان العربية. أكيد رمزيا لازم نرجع للبلدان العربية، بلداننا طيب الأصلية. مايسترو أمل، دخلتي عالم الموسيقى كممارسة يعني كعازفة للكمان، وكمان كأكاديمية وبشكل علمي ومعرفي حصلتي على يعني درجة الدكتوراه من جامعة السوربون العريقة. عايز أسألك على اعتقاد شائع دايما بيقول إنه الموسيقى العربية أو التراث الموسيقي هو تراث بيهتم بالطرب بالغنى بالكلام أكتر من الموسيقى الخالصة اللي موجودة طبعا في الغرب زي السيمفونيات اللي احنا بنسمعها. يعني هل فعلا الذوق العربي مختلف تماما عن الذوق الغربي، بنعتمد على الكلمة والغنى والطرب أكتر من تقديم الموسيقى الخالصة فقط؟ صح، هو اللي هو عنا يعني موروث متوارثينها للطرب والتطريب وجمالية الزخارف في الصوت، صحيح، وجمالية ست أم كلثوم أحسن من عمل ده. بس أنا أعتقد أنه حتى نوصل للعالمية لازم أيضا الدقة في الكتابة، الدقة في التنفيذ، ولازم جمع الاثنين. لا، الطرب شيء مهم في هويتنا الموسيقية العربية، لا يجب أن نتخلى عن الطرب، ولكن يجب أن يكون أيضا مقننا حتى
كل أجزاء الأوركسترا تلاقي محل لتعبر عن الموسيقى ولتصل الموسيقى إلى العالمية، حتى نجرد أيضا هو بالتجريد تصل أحيانا إلى العالمية. مايسترو أمل، يعني بعد الردود الإيجابية دي ما شاء الله، وقدرت توصلي كمان لمكان الحقيقة هايل، وزي ما نقول أول عربية تقدر تصل إنها تقود أوركسترا. إيه الطموح اللي حابة توصلي ليه في المستقبل، تحديدا لو هنتكلم عن إحياء التراث العربي الموسيقي طبعا بمعايير عالمية؟ أتمنى إنه توصل الموسيقى العربية إلى الجمهور الغربي. أتمنى أن نقدمها. نحن اليوم عايشين في المهجر، ولكن سفراء لثقافتنا العربية جايين محملين، وكلنا فخر بأصولنا. وأتمنى أن نقدمها اليوم، نقدم الموسيقى العربية بأبهى صورها بأجمل حلالها. أتمنى أنه نرجع أيضا، يرجع الجمهور العربي يستمع إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية، حتى ولو أعاد اكتشافها. اليوم نحن نسير، نحن أبناء جيلنا، نحن أبناء اليوم، صحيح. ويجب تطوير الموسيقى العربية. أتمنى أنه نكون واعيين ونكون على علم بأصالتنا، بغنى ثقافتنا وبتجذرنا في التاريخ. طبعا وانت في باريس مايسترو امل، يعني اخيرا كده شايفه المشهد الموسيقي العربي ازاي، يعني بعين الممارس لدور القائد الاوركسترا والعازف كمان، شايفه مشهد الموسيقى عندنا ازاي في العالم العربي؟ في باريس قصدك؟ لا، من باريس شايفاه ازاي عندنا دلوقتي، ايه اللي ناقص في المشهد الموسيقي العربي؟ نعم، اللي وصراحة في مبادرات جدا محترمة، ولكن اللي لازم نشتغل عليه هو الدقة. أحيانا نشوف تظاهرات موسيقية ضخمة في العالم العربي بأكثر من 100 عازف، ولكن تفتقد لأدق تفاصيل الأعمال الفنية، فيكون فقط جميل. ضخمة العدد بلا لأن التفاصيل هي اللي تعطي صح. نعومة وتعطي رقة وتعطي الطراز الرفيع لشيء ما، صح؟ دايما في طبعا. التفاصيل، الفارق يكون في التفاصيل. فاليوم إن شاء الله هول الأوركسترات، نحن في مزيكا إن شاء مثلا الله. نشتغل ب 35 ل 40 عازف، ولكن نشتغل كثيرا كثيرا على التفاصيل. التفاصيل مهمة جدا، وهي دي التفاصيل اللي في بتخلق التنفيذ، الحاله التفاصيل في الكتابة. الجميله او الحاله الابداعيه الجميله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوف حفلات كده لاوركسترا مزيكا في عواصم عربيه مختلفه. نشكرك امل الجرمازي، اول مايسترو عربيه تقود حفل اساطير الطرب بباريس، كنت معانا عبر زوم من باريس. صباحك كله خير يا